اهلا بيكم في قناة عم محمود المنج. بص يا جماعة، احنا النهاردة عند زبون، تمام؟ هنعمل شغل، هنوريكم النهاردة شغل جامد جدا جدا جدا، ماشي؟ انتظرونا بقى في الشغل دوت، هنبدأ معاكم من البداية للنهاية. اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجد. بص يا جماعة قدامكم اهو، جينا عند الزبون اهو قدامكم، تمام؟ الشغل اهو لسه بداياتنا، الشغل اللي بيتفك قدامكم اهو، عشان احنا بن ايه بنوريكم كل حاجه على الطبيعه، ماشي كده. معانا زي ما انتم شايفين كده، ده شغل المراتب كلها النهارده. معانا حلول 10 مراتب زي ما انتم شايفين كده قدامكم، تمام؟ دي بداية الشغل عندنا، نوريكم كل حاجة اما بتتعمل، ونوريكم منظر المراتب دي هتبقى عاملة ازاي، ماشي؟ خلاص زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. نظبط برضو مكانتنا عشان يبقى ايه، انتوا عارفين قبل الشغل نظبط المكنة، تمام؟ قدامكم الشغل اهو، تمام؟ اللي جاي مرولكم من البداية للنهاية، ماشي؟ انتظرونا بقى. دلوقتي احنا بنفك المراتب اهو قدامكم، خلعنا الكسوة وبنبتدي الفك فيها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هيتفك الزيك من اللي هو ده، تمام؟ تابعونا للاخر عشان تشوفوا ان احلى مراتب هتتعمل النهارده. ده شغل التنجيد البلد يا جماعه، اهو ابتدى ايه يعني يرجع تاني شغل التنجيد البلد. احنا ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا الشغل اللي هو بتاع المراتب اللي هي السوسته، او الناس طالبه دلوقتي، طريقه الناس بتطلب المراتب دي افضل من المراتب السوسته بكتير زي ما انتم شايفين كده قدامكم، تمام؟ ماشي، ده من البداية خالص يا جماعة. نبتدي المرحلة التانية وأوريكم كل حاجة. أهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. بص يا جماعة، دي ضربنا القطن أهو قدامكم، ماشي؟ وهنبتدي بقى شغل المراتب، شوفوا لما يخلص. دي كده ماشي الدمورة أهو، تمام؟ ده القطن أهو، تمام؟ تابعونا عشان نوري كل 10 مراتب النهاردة. بيكم بس يا جماعة بالفرق بين القطن ده، تمام، ودي القطن التاني، شايفين الفرق طبعا؟ بصوا ده الفرق. بصوا يا جماعة، ده الفرق بين القطن ده والقطن ده. ده قطن كويس، ده قطن بلدي وده قطن بلدي، تمام؟ بس ده اول قطفة وده تاني قطفة، ده اول قطفة وده تاني قطفة. ده بلدي وده بلدي. بس ما احنا قلنا المنجد هو اللي بيعرف هو اللي عشان في جودة القطن، الخبرة بتاعته. عشان ده بص، ده لون مسفر وده لون ابيض. القطن ده بيطلعوا منه زيوت يا عم؟ طبعا، ده القطن البلدي بتاعنا احنا بيطلع منه الزيوت، واحلى زيت زيت القطن دوت. بس احنا مقاس بتاعنا نزرعه، تمام؟ انتوا سمعتوا يا جماعة كده المعلومة، ماشي؟ ايوه هو عارف، ماشي كده. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. بصوا يا جماعة، ده كده الوش الأول ما انتوا شايفينه كده، تمام؟ ايه
فيهم 2 معلقه سكر واحده. تشرب معلقه سكر واحده مصطفى؟ مصطفى واحده؟ معلقه؟ اه واحده بس. بصوا يا جماعه دي كده ايه، ده الوش الاول تمام، وراكم الوش التاني ماشي.
دي مرتبة بعد ما خلصت اهي من الظهر اهو، هناكل ايه وش وظهر قدام كويس تمام. بقيت المراتب انا اوريها لكم برضه، شغالين فيها، شغالين في المراتب اهو تمام، اوريها لكم بعد ما تخلص عامله ازاي. اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجم. بص يا جماعة احنا كده خلاص بنفنش في الشغل تمام. بص يا جماعة الشغل اللي اتعمل النهاردة تمام، الشغل اهو قدامكم ان شاء الله يضاء. بص احنا بالليل ده الشغل اهو تمام، قدامكم اهو على الطبيعة ماشي، الشغل اهو تمام كده. بقى احنا اشتغلنا معاكم من البداية وريناكم الشغل بتاعنا عامل ازاي ماشي. كده بنفنش اهو تمام، نسلمه للزبون ماشي. يلا سوش دعمونا في القناة باللايك وشير.